زملاء الأعزاء، الأصدقاء الكرام، حضرات السيدات والسادة، يسعدني بشكل خاص أن أختتم أشغال هذه الورشة التي أغنيتموها بفضل خبرتكم وتجربتكم وكذلك مشاركتكم، فشكرا لكم. وباسمكم ونيابة عنكم أشكر الحزب الليبرالي D66 والمنتدى الفكر الحر، شكرا على مساهمتكم في تعزيز قدرات النساء الليبراليات العربيات. سيداتي، لقد استمتعتن واستمعتن اليوم إلى الخبراء ورجال أعمال وسياسيين من الأمم المتحدة. لقد ساهمتن في المشاركة في المناقشات حول الحواجز الثقافية وضرورة زيادة دور المرأة القيادي في الأمن والدفاع. لقد شاركتموننا قصصكم وخبراتكم ووضعتن خارطة عمل تحفز التغيير، فشكرا. موضوع المساواة من القيم التي حفزتني دائما وكانت دافعي منذ الصغر. إنها القيمة التي ندافع عنها بحماس داخل الأممية الليبرالية، وآمل أن تكون الأحزاب الليبرالية يوما ما قدوة في الدفاع عنها. ومما لا شك فيه، فقد قامت كل من نائبة الرئيس السيدة أستريد تور وسيد الكاتب العام ويليام تومسون بشرح وتقديم المشاريع التي نشتغل عليها في هذا الصدد داخل الأممية الليبرالية. أصدقائي الأعزاء، كان لدي سفراء مساواة استثنائيون خلال طفولتي، وهم أبي وإخوتي. وحتى سن 13 اعتقدت ببراءة أو سذاجة أن هذه هي الحقيقة وأن ذلك هو الطبيعي. لكن في مواجهة المجتمع والواقع ولاحقا في عالم الأعمال وفي عالم السياسة، شعرت مرارا وتكرارا بمرارة عدم المساواة. لهذا كنت دائما أطرح على نفسي عدة أسئلة: هل المرأة مخطئة في رغبتها في الحرية؟ هل المرأة مخطئة في رغبتها في الحصول على نفس الراتب الذي يتقاضاه نظيرها الرجل؟ هل أنا مخطئة بمطالبة نفس الحقوق والواجبات مثلي مثل إخوتي؟ هل من الخطأ الرغبة في المشاركة في صنع القرار الذي سيؤثر على حياتي وحياة أطفالي؟ وغير هذا من الأسئلة المحيرة والتي تجعل امرأة مثلي تنصف بالنسوية. والكثير من الناس يعتقدون للأسف أن النسوية مصطلح قدحي. أنا أقول نعم، أنا نسوية مناصرة لحقوق المرأة، وسأظل كذلك حتى يتم تحقيق العدالة بين الرجال والنساء. أصدقائي الأعزاء، اللامساواة ليست بالضرورة حكرا على مجتمعاتنا. اللامساواة ليست عربية، ولا دين لها ولا جنسية لها. فلا يوجد بلد في العالم يمكن أن يفتخر بأنه حقق المساواة. فهذه الآفة عالمية، ومشوار تغييرها طويل ومتعب. اليوم، وعلى الرغم من الحقيقة، حقيقة أننا نمثل أكثر من 50% من سكان العالم، حقيقة على أن رغم كوننا جزءا من لا يتجزأ من الحل من حل المشاكل التي يواجهها العالم، وعلى الرغم من الجهود المبذلة على مدار العقدين الماضيين، لا زال الفرق شاسعا في التعامل مع المرأة وقضية المرأة. لاحظوا معي، امرأة واحدة فقط من بين كل 4 رجال هي عضوة في البرلمان في جميع برلمانات العالم. إلى حدود 2019 ليس هناك إلا 10 نساء رئيسات دولة و13 رئيسات حكومة في 22 دولة فقط.
في عالم الشركات من بين 500 رئيس تنفيذي على رأس الشركات الأعلى دخلا فإن أقل من 7% فقط هم نساء، كما أن المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في وسائل الإعلام والأخبار الرقمية، فقط 26% من المادة الإعلامية هي موجهة للنساء. وعلى مستوى الراتب لا تزال المرأة تتقاضى أجرا منخفضا مقارنة مع الرجل. النساء أكثر عرضة للبطالة والفقر، لا سيما في أوقات الأزمات. حتى جائزة نوبل التي منحت لأكثر من 800 شخص في تاريخها من 1901 إلى 2019 منحت ل 53 امرأة فقط. في ضوء هذه النتائج سوف نستغرق ويستغرق الأمر قرنا آخرا لتحقيق المساواة، وهذا مؤسف جدا. تحسين التعليم بين النساء لم يكرس التمييز المهني المتجدر في البلدان المتقدمة والنامية، وذلك رغم أن العلم قد أثبت أننا لسنا أقل موهبة على المستوى الفكري والعلمي، في حين أظهرت التجارب التي نعيشها في حياتنا أن المرأة تستطيع بل استطاعت ببراغة شغل كل المناصب الموجودة. هناك كذلك أدلة قوية على أنه عندما تعمل النساء في المواقع القيادية والسياسية فإن هذه البلدان تشهد مستويات معيشية أعلى وتطورات إيجابية في التعليم والبنية التحتية والصحة والحكامة، وتكون فيها الحكومات أكثر استجابة لاحتياجات الشعوب التي هي احتياجات تخص النساء والأسر والأقليات، خاصة اليوم عندما يواجه العالم تحديات خطيرة متعددة كتقلص الفضاء الديمقراطي أو التغيرات المناخية أو الجائحة الصحية كورونا. إذن أين يكمن الخطأ في نهجنا؟ نحن نراهن وراهنا على تعليم الفتيات، نحن نراهن وراهنا على الاستقلال المالي والاقتصادي للنساء. العديد من البلدان كرست المساواة في دساتيرها، وأخرى سنت قوانين لتعزيز التمييز الإيجابي، ومع ذلك لا زلنا نكافح من أجل احتلال مكاننا الصحيح في المجتمع. حضرات السيدات والسادة، مكانتنا ومكاننا لم يمنح لنا بل علينا انتزاعه. انتزاع المكانة بالتعبئة والتنديد، ولكن أيضا بالحضور والمثابرة. انتزاع المكانة بالثقة التي تمنحها إيانا القاعدة التي نخدمها. امتزاع هذه المكانة عن طريق العمل المستمر والمتواصل. امتزاع المكانة بالثقة بالنفس والجرأة دون الخوف من الأحكام المسبقة. لا يتعلق الأمر هنا بشن حرب على الرجال، بل يتعلق الأمر بكسب الحرب مع الرجال. لهذا دائما أصر على أن يكون جمهورنا مختلطا، جمهور جميع النشطاء المدافعين على حقوق الإنسان وعلى حقوق المرأة، لأن قضية النوع الاجتماعي هي قضية مجتمعية، فهي تهم الرجال والنساء ويجب أن يتولاها كلاهما. حضرات السيدات والسادة، سأختم قولي هذا بإخباركم بأنكم اخترتم الأسرة السياسية الصحيحة، العائلة التي لا تعتبر المساواة شعارا فقط بل واقعا داخل الهياكل. والدليل على هذا ماثل أمامكم، امرأة عربية مسلمة، أول رئيسة غير أوروبية. لذا الباب مفتوح أمامكم، تواصلوا معنا وستجدون المشورة والخبرة وشبكة علاقات مفتوحة على المؤسسات الدولية. كونوا سفراءنا في مناطقكم ودافعوا عن قيم الحرية والتسامح والديمقراطية والمساواة. أملي
أن تتاح لي الفرصة قريباً لمقابلتكم شخصياً في مناصب صنع القرار التي ستسمح لكم بترجمة قيمنا هذه إلى واقع في مجتمعاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله.